السلام عليكم، اسمي سهيلة البقالي، كنقرا في مؤسسة ابن اليسامي الإعدادية إقليم تطوان، العام الثاني ديال البكالوريا، تحصلت على معدل 17.72، الحمد لله معدل مشرف، وكنشكر جميع الاساتذه ديالي اللي وقفوا معنا خصوصا في هذه الفتره الحرجه اللي هي فتره ديال الحجر الصحي، نظرا يعني توقفنا عن الدراسه. كنشكر المدير ديالنا اللي هو استاذ عبد الواحد عاقر، كنشكر الوالدين ديالي بزاف حيتاش وقفوا معنا، ونظرا انني ما كنقراش في المدينه ومع ذلك وقفوا معايا بزاف. ما كانتش عندي واحد المستوى اللي وجد جيد، ولكن حاولت ان نحسن من راسي ونحسن القدرات ديالي خصوصا في هذه الفتره هذه. كنخدموا يعني مرارا وتكرارا بالليل وبالنهار باش اننا نحصلوا على واحد النقطه اللي نفرحوا بها والدينا ونفرحوا بها الاصدقاء ديالنا الاقارب ديالنا، وكذلك الاساتذه اللي سهروا معنا طيله هذه المده ديال الفتره ديال الحجر الصحي. كنبغي نشكر حتى جريده بريس تطوان حيتاش يعني جات حتى لهنايا وبغات يعني انا توصل المجهودات ديال القرويين، ما مشاتش غير عند يعني الناس المدينه وهذه، وانما اهتمت حتى بالقرويين. كنشكر بزاف رغم ان المسافات بعيده، يعني باش انك توصل حتى لهنا خصك مسافات بعيده وصعوبات صراحة الله، وكنشكرهم بزاف. كنبغي نقول لكم ها حنايا شوف يعني بذلوا مجهودات، بالنسبه لصحاب القرويين بذلوا مجهودات بزاف، راكم غتوصلوا ان شاء الله، وشكرا بزاف.